نصل للمسألة قبل الأخيرة اللي هي العلم بفن المناظرة. يا أخواننا، مع العلم بالمنهج والعلم برد الشبهات، المناظرات لها فن لا بد منه. أولا، الفن في قوة الاستدلال، ذكرنا عليه أمثلة، والفن في معرفة المراجع. أنت لابد تكون عندك معرفة بالمراجع اللي بيرجع لها شنو. يعني الليلة لما تكون بتناقش في صوفي واختلفت في تفسير آية إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، اختلفت في التفسير، ما ممكن تمشي تجيب له تفسير السعدي مع إنه تفسير سلفي صحيح، ما بتجيبه ليه؟ لأنه ده باعتباره ما مرجع يحسم لك نزاعك مع الصوفي. الصوفي يقول لك ده ما وهابي بتاعكم، ما بقبل به. طوالي انت تمشي تجيب له الطبري. ليه انت تجيب الطبري؟ لانه الصوفي في الغالب، صوفيتنا القاعدين ديل، بيقول لك يا اخي انا معاك تجيب ايه حديث، يقول لك تجيب تفسيره عن اهل القرون المفضله، اهل القرون المفضله بيقبل بها في الغالب، ما بيقدر يهرب لك من ده. والطبري رحمه الله تعالى متوفى 310، ده في القرون الثلاثة المفضلة. عشان كده أنت من باب معرفة المراجع بينك أنت وبين أي زول حسب المناظر، أنت لابد تعرف المرجع اللي يحسم النزاع بيناتكم، عشان ما تمشي تستدل له بتفسير فتح القدير للشوكاني أو تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي أو غيره من التفاسير المعاصرة، هو ما بيلتزم لك بها. كويس؟ بعد ذاك من المعرفة بالمراجع تعرف مراجع الخصم، مراجع اللي بيستند عليها وشنو؟ عشان ما تجي انت بعد ذاك تجي تسأل هو صوفي، انت بتسأل فيه وتقول له طبقة الضيف الله ده تابع لكم؟ كيف يعني تابع لنا؟ انت قبل ما تجي بتعرف الخصم بتاعك ده، ما بتعرف مراجعه شنو؟ لابد تعرف مرجعيته. ما تمشي كمان يجي واحد صوفي سماني بناقش فيك وانت الشغال بتجيب له في كلام من الكتب الثانيه بتاعت التجانيه، ممكن ببساطه انت بتتكلم نص ساعه، انت بتتكلم نص ساعه يجي يقول لك اي انا ما تجاني، تجاني ده الكفار، انت اللي بيحل لك شنو ثاني؟ وانت تكون جايب مراجعك معك، الفتح الرباني وجواهر المعاني وجايب بتاعت الكريده ديك، كويس؟ انت جايب مراجع معك، لكن المراجع دي ما حقته، ده سماني، سماني تمشي تجيب له زهير الرياض، ده زهير الرياض ده تابع لهم، ده بتاع السمانية، تجيب قطرات من بحور الطريق السمانية، تمشي تجيب لك سلام مني بتاع البرعي، تجيب رياض الجنة بتاع البرعي ونور الدجنة، دي مراجعهم. عشان كده لابد انت يكون عندك معرفة بالمراجع، مراجع أهل السنة اللي بتحسم النزاع بينك وبين الخصم ده، وتعرف المراجع بتاعته ذاته وحتى مواطن الشبهات، لأنه ممكن يلعب عليك. الآن يجيك يقول لك ابن تيمية يكفر عبد الله ابن عمر، ابن عمر، أقول لك ابن تيمية كفر ابن عمر وشال الكتاب في يده، يقول لك يا هدى من هاجس أو كتاب فتاوى ابن تيمية، يقول لك المجلد الأول الصفحة 80. أنت لو ما عندك المرجع بتقعد تتلفت، ومعقول يا أخواننا كفروا؟ كيف ما معقول؟ ما ده كذب عليك؟ انت لو ما عندك، فهمت؟ لو ما عندك بتمشي فيك الكذبه. كويس؟ فيبقى يكون انت عندك المراجع بتعرفها، مواطن الشبهات، فدي من المسائل المهمه في المناظره. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.